أفادت مصادر أمنية بأن مسلحي أنصار الشريعة قتلت 14 مدنياً دينياً تحت أوى عام 2013 واستغل فوضى السلاح والتناحر الداخلي. لهذا انطلقت هذه المعركة التاريخية اللي ديما نقولوا فيها وما زلنا نقولوا فيها وحنقولوها الآخر يوم في عمر. قرب شوف الرجال تفرج عليه. بسم الله والله ما ذبحنا هذا المسجد إلا قربة لوجه بالكاري. بسم الله الله أكبر. خضيت جريت على باليمين واليسار. إسلام بريء منهم، وأنا دائما في كلمة نقول فيها أنهم أدوات لضرب الإسلام بالإسلام. تروح تبايع تاخذ 50,000 وتقعد معاهم المجلس تمويل الفلوس جن من الترابس فبارك فيها. طبعاً وصلني من يقارب 940 لك 940 لك هي أنا شخصياً صرفناها هذه سيارة بعدها نحن هنا كملة المهمة بتاعتنا باسم قبيلتي باسم عيلتي نبي حقوق الإنسان تنفذ حكم الإعدام في اللي قتل ابننا. الشباب الصائقة جايين يعزوا قمنا برمية فيه. الناس هذه مين يجيها الدعم أو مين يجنها الأموال أو مين يجنها الفلوس؟ حتى هذه برضو سؤال نحن نطرحه. والله ما في كل شهر ينزلوا في 200,000 كانوا في بداية في 200,000 في الـ14 في الدبابة دنات الدبابة دنات الراجميات عرفت ومعقبين صواريخ جراد ما زالوا في مصرات ما زال ما جلس. أنا شنو؟ أنا ما نعرفش بنغازي من غرب. يجند في الأفراد من مغرب رجولي بنغازي. نعلم جميعا بأن هذه الجماعة تملك مصانع من الكذب، تملك مصانع لبث الإشاعة والفتن. عرض علي المجيء الليبي. عرض عليك المجيء الليبي لغرض شنو؟ التحاق بالدور الإسلامي. قص صواريخ حكاكي ديناميت دفن الموتى. هذه البنت اللي شفتوها وصورها انتشرا في إذاعة النبأ، إذاعة العدو، إذاعات المضادة للقوات المسلحة لمعركة الكرامة اللي يشوهوا ويزوروا في الحقائق. كيف كانت نهاية الإرهابيين اللي فروا من بنغازي؟ حتى اللي استطاع الفرار من مدينة بنغازي طبعا بالتعاون مع الخلايا النايمة، بالتعاون مع الخلايا النايمة بين قوسين هنا. مصدرهم من الوطن الوطن، المجلس لازمي. حط معي في سيارة وطلعنا شرمي. طلعتنا من المحور. قمت أنا بتفجير قلنا له كسار في الفلوس هني قال بكرة نعطيه اللي بقى من الفلوس. خلايا نائمة مندس في مدينة بنغازي. لهذا انطلقت الكرامة وقفوا معها الرجال وسندها الشعب.